أخبار اليوم. الفوز على الأهلي والسيناريو بتاع مباراة الأهلي، وأنت كنت بطل حقيقي في قمة النادي الأهلي، ودي القمة دي يمكن اللي أول مرة يفوز للزمالك، يعني كان ليها فرحة غير عادية عند جمهور نادي الزمالك. الماتش ده والله اللعيبة كلها كانت رجالة، وهم كلهم حسوا إن هم يعني نجوم، يعني ليهم قيمة، عشان كده كسبنا النادي الأهلي 2-0 فرحة طبعا من الزمالك، وخدنا الكاس طبعا، ودي حاجه كبيره ان بقى يعني نادي الزمالك بقاله كتير قوي ما كسبش النادي الاهلي، فالحمد لله ان احنا قدرنا نعمل كده ونكسبه. طبعا الماتش الثاني طبعا ما كانش فيه نصيب، ده ربنا كان عاوز كده النتيجه كانت تخلص كده، اللي هو حته ضربه الجزاء دي. لا يعني ضربه الجزاء هل هو نوع من انواع الدلع ازاي بالنسبه لان انت بتحب فريره وبتاع، مش هرفض لك طلب؟ لا ولا ايه يعني ده بروف يعني هو زي والدي بالظبط، قلت له معايا ده انا ابنه في كل حاجه، ولا انت ما سمعتش وبينده؟ انا لا، هو اول لما انا مسكت الكوره فهو انا بحسبه بقول انا عملت له كده، انا بحسبه بقول انا يعني مشاوره ما حدش هيسمعه، فبحسبه بقول انا فاهم. ضربه جزاء هيلعبها كهربا في النجم الساحلي، حطها في الوسط بالراحه، يا ترى هنا هيحطها ازاي؟ ترقب كهربا وشريف اكرامي، كهربا هوبو هوبو، وحشه يا كهربا، ده اللي انا قلته، هيحطها ازاي؟ حطها ضعيفه جدا جدا جدا، وفي وسط الملعب. اللي شافك في النجم الساحلي يا كهربا هيكتشف بسهوله جدا ان انت هتحطها بنفس الاسلوب، علشان كده كان لازم حد غير كهربا هو اللي يشوف. فانا جيت فلقيت بقى سمعنا خلاص، يعني خلاص دخلت في اجواء انت تشوف خلاص وبركز، فبعدها قال لك ده كان قايل محمد ابراهيم هو اللي يشوط، واللعيبه سمعت قال محمد ابراهيم بس هو نصيب يعني والله، يعني الواحد يمكن اللعيبه كلها. انت قبل ضربه الجزاء يعني كان سبحان الله برضه ضربه الجزاء كان لها دور في ان هي تغير النتيجه بالكامل، احنا حسينا بيك واحنا قاعدين في المدرجات في بنوار الصحافه برضه، ان انت برضه زعلت ومعنوياتك نزلت. يمكن والله يمكن مع ضربه الجزاء يمكن يعني نفسيا انا هديت، وحتى لعبي هدي وهمت برضه. يعني ضربات الجزاء انت يعني في تخيلي يعني كوجهه نظر الشخصيه، ان الراجل شافك عملت كام ضربه جزاء قبل كده، دايما بتحط الكره في وسط الجول، هل انت بتبقى قاصد؟ فكره انا ضربات الجزاء بشوف كويس جدا، بس احنا حاسين ان اسطمبه واحده يمكن هي دي اللي خوفت فرير. انا مع منتخب الاولمبي كل ضربات جزاء انا بشوفها، ومنتخب الشباب وكلها جوان وفي ما ضيعش، بس هي استعجال. انت استعجلت استعجلت وبعدين برضو يعني الزمالك بطل دوري وبطل الكاس، فكان لازم حته برضو تروح للنادي الاهلي. والله لحد دلوقتي كل ما افتكر والله حد حس راحت دي روحه بتروح.